الجيش الإسرائيلي يعلن استمرار اقتحام مستشفى الشفاء ويبدأ بتجميع من فيه تمهيدا لعملية إخلاء. مصر تستعد لاستقبال 36 طفلا حديثي الولادة من مستشفى الشفاء ومحاولات يائسة لإنقاذ مرضى السرطان للأطفال. غارة وقصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة واليونيسف تعلن عن مقتل أكثر من 4600 طفل بسبب قصف المناطق المأهولة. أهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطية المتواصلة في شهرها الثاني، ونبدأ بآخر التطورات، حيث اقتحمت قوات من الجيش الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، حيث يتواجد المئات من الكوادر الطبية والمرضى والنازحين الذين لم يتمكنوا من الفرار، وذلك بعد أيام من الحصار المطبق والقصف المتواصل. مراسل الحدث أفاد باقتحام سماع إطلاق نار داخل مبنى المجمع الطبي الرئيسي رغم عدم وجود أي مقاومة أو اشتباك، كما قام الجنود الإسرائيليون بتفتيش القبو الموجود أسفل المبنى الرئيسي، ودخلوا كذلك قسمي الجراحات التخصصية والطوارئ، وبعد ذلك قاموا بنصب بوابات إلكترونية على المدخل الغربي للمستشفى للتعرف على الوجوه، وطلب من جميع الموجودين التجمع وسط ساحته الشرقية تمهيدا لإخلائه. وبحسب كلام الجيش الإسرائيلي فإن ما وصفه بالعملية في مستشفى الشفاء مستمرة، وأن عناصره ينفذون عملية دقيقة ومحددة الأهداف ضد حماس في منطقة محددة بمستشفى الشفاء، وذلك استنادا إلى معلومات استخباراتية. ودعا الجيش الإسرائيلي في بيان له جميع مسلحي حماس الموجودين في المستشفى للاستسلام، مؤكدا أن عمليته لا تستهدف الطواقم الطبية والمقيمين داخل المستشفى، كما توقع نقل حاضنات ومعدات طبية للمستشفى في مرحلة لاحقة من العملية وفق بيانه. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أن قواته تنفذ عملية ضد حماس في منطقة محددة بمستشفى الشفاء في غزة. الجيش الإسرائيلي دعا جميع مقاتلي حماس في المستشفى للاستسلام على حد تعبيره، مشيرا إلى أن عملياته بمستشفى الشفاء تأتي بناء على معلومات استخباراتية وضرورة ميدانية. هذا وأوضح الجيش الإسرائيلي أن قواته التي ستنفذ العملية بالمستشفى مهيئة لها، موضحا أنها تضم طواقم طبية و متحدثين باللغة العربية. كذلك أكد الجيش الإسرائيلي أن عملياته في مستشفى الشفاء لا تستهدف المرضى والطواقم الطبية والمدنيين المقيمين داخلها. السلطات في غزة أعلنت عن وجود 9000 من الطواقم الطبية والمرضى والنازحين داخل مجمع الشفاء، وأكدت أن إسرائيل قصفت 5 مبان في مجمع الشفاء وأطلقت النار داخله، معتبرة أن الاقتحام الإسرائيلي لمجمع الشفاء جريمة حرب. هذا وأكدت اليونيسف أن أكثر من 4600 طفل قتلوا في غزة وأصيب قرابة 9000 آخرين، وأن العديد من الأطفال فقدوا ويعتقد أنهم تحت الأنقاض بسبب قصف المناطق المأهولة. كذلك أظهرت مشاهد مصورة دمارا واسعا في البنى التحتية وأبنية سكنية ومحال تجارية بمدينة ومخيم طور الكرم شمال غربي الضفة الغربية إثر محاولات إسرائيلية اقتحام المخيم. Ryan!
هذا وقد اتهم عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزة الرشق اتهام الولايات المتحدة بمشاركة إسرائيل في استهداف مستشفى الشفاء، وذلك بعد ترويجها لما وصفها بالأكاذيب حول استخدام المستشفى لأغراض عسكرية. انضمام البيت الأبيض والبنتاغون إلى حملة الأكاذيب الصهيونية عن استخدام الشفاء من قبل المقاومة يجعل الرئيس الأمريكي بايدن شريكا كاملا مع الاحتلال في هذه الجريمة وفي حرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني. اقتحامهم مستشفى الشفاء يعني أنهم غاصوا أكثر وأكثر في مستنقع غزة، وتهيأت فرص أكبر لأبطال القسام لاستهدافهم وتكبيدهم مزيدا من الخسائر. كذلك وصف عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزة الرشق اقتحام الجيش الإسرائيلي مستشفى الشفاء، وصفه بالمراهقة السياسية التي تحاول تل أبيب تصويره كإنجاز للتغطية على هزائمها. تطاول نتنياهو وجيشه المهزوم تصوير توغل دباباتهم واقتحام جيشه المهزوم مستشفى الشفاء كأنه إنجاز مراهقة سياسية ومسرحية مكشوفة لن تنطلي على أحد ولن يصدقها أحد. فالشفاء مستشفى عمره أكبر من عمر الاحتلال، وهو يأوي مرضى ومصابين وأطباء وممرضين، كما يأوي نازحين من الأطفال والنساء وكبار السن. ووصول دبابات الاحتلال إلى الشفاء ليس إنجازا، فالشفاء مرفق مدني طبي وليس ثكنة عسكرية، ومحاولة نتنياهو وجيشه تصوير ذلك كإنجاز أو انتصار يعبر عن الفشل والارتباك وعمق الهزيمة التي تكبدوها. ومن دير البلاح وسط قطاع غزة تنضم إلينا مجددا الصحفية خولة الخالدي. خولة، آخر المعطيات لديك بالنسبة لهذا اليوم. نعم، آخر المعطيات وهي الحدث الأبرز في عملية اقتحام مجمع الشفاء الطبي من قبل الجيش الإسرائيلي، والتي سربت بعض مقاطع الفيديو والتي وثقت عملية الاقتحام بشكل واضح إلى مجمع الشفاء الطبي، بالإضافة إلى إطلاق النار المتواصل على كافة الأقسام والتي تحدثت عنها وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، وأكدت أن الجيش الإسرائيلي يقوم بإطلاق النار بشكل عشوائي على كافة الأقسام مع علمه التام بوجود أكثر من 9000 شخص داخل هذه الأقسام، من ضمنهم الكوادر الطبية والأطفال وأقسام الحضانة. عمليات إطلاق النار مستمرة حتى هذه اللحظة، وتفتيش الجانب الإسرائيلي لكثير من هذه الأقسام وأبرزها القبو التابع لقسم الأشعة في مجمع الشفاء الطبي، رغم تصريحات الجيش الإسرائيلي أنه لم يعثر على أي أهداف موجودة داخل مجمع الشفاء الطبي، ولم يكن هناك أي عملية إطلاق نار من داخل المجمع، إلا أن الجانب الإسرائيلي ما زال حتى هذه اللحظة يقوم بإطلاق النار بشكل مستمر على أقسام مجمع الشفاء وكافة أقسامه المختلفة، وأنه مستمر بهذه العملية العسكرية حتى يصل إلى معلومات قد تفيد بعملية استمرارية العمليات العسكرية. هذا بجانب إلى استمراريته في عملية التوغل البري في كافة مناطق محافظة غزة وفي مناطق محورية وأساسية تدور في رحاها عدد من الاشتباكات الفلسطينية الإسرائيلية في محيط مجمع الشفاء الطبي، وأيضا في مناطق مختلفة أيضا من محافظة غزة، بالإضافة إلى منع حتى هذه اللحظة
أي نازحين فلسطينيين من إمكانية الخروج من محافظة غزة نتيجة للغارات الإسرائيلية المكثفة وأيضا الاشتباكات الدائرة في مناطق مختلفة من المحافظة. هذا عدا عن الغارات الإسرائيلية التي تتكثف الآن في هذه الأثناء في مناطق شمال غزة ومحافظة غزة بالتحديد، آخرها كان في وسط مخيم جباليا لعائلة بعلوشة، والتي يدور الحديث فيها عن عشرات الإصابات والضحايا التي وصلت إلى مستشفى الأندونيسي. حتى هذه اللحظة لا يعرف مدى استمرارية الغارات الإسرائيلية والتوغل الإسرائيلي داخل مجمع الشفاء الطبي، مع الحديث عن وضع بوابات إلكترونية حتى هذه اللحظة ومزودة بكاميرات للتعرف على بصمة الوجه، ولكن كان متوقعا أن يتم إخراج الموجودين داخل مجمع الشفاء الطبي من خلال هذه البوابات، ولكن حتى هذه اللحظة لم تتم هذه الخطوة بشكل واضح، ولم يتم الإفراج عن أي شخص من الموجودين داخل مجمع الشفاء الطبي. بعض المصادر العبرية وأيضا المسؤولين الإسرائيليين يتحدثون عن استمرارية العملية العسكرية وإمكانية انتقالها إلى الأماكن الجنوبية من محافظات غزة مثل المحافظة الوسطى والمحافظات الجنوبية خان يونس ورفح، وأن هذه العملية العسكرية ستستمر ليس لأيام ولا لأسابيع، إنما لأشهر من أجل تحقيق الأهداف الإسرائيلية التي تسعى إليها من أجل القضاء على الفصائل الفلسطينية وعلى قدرات الحركات الموجودة داخل قطاع غزة وأبرزها حركة حماس. لكن هذا الأمر يأتي لربما في سياق الدعاية الإسرائيلية التي تتعلق بالعملية العسكرية الإسرائيلية في ظل الضغوطات الموجودة من الشارع الإسرائيلي للمطالبة بالإفراج عن الأسرى الإسرائيليين الموجودين داخل قطاع غزة. هذا الأمر سيتبين لاحقا من إمكانية استمرارية الجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية في هذه العملية العسكرية، أو الرضوخ لمطالب الشارع الإسرائيلي المتعلقة بوقف العملية العسكرية والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين. نعم، أيضا استكمالا لما كنت وتفضلت به فيما يتعلق بالاعتداءات الإسرائيلية على الجزء الشمالي من القطاع نتيجته 25 قتيلا في غارة إسرائيلية على حي الشيخ رضوان، أيضا استكمالا لمشهد مستشفى الشفاء كما تفضلتي وذكرتي، هناك 9,000 بين طواقم طبية، بين مرضى أطفال خدج، بين نازحين، وبالتالي وفقا طبعا لما تبعناه عبر العواجل بأن القوات الإسرائيلية طلبت منهم الخروج إلى الباحة، هل هناك من معلومات حول كيف سيتم نقل كل هذه الأعداد الكبيرة وإلى أين؟ حتى هذه اللحظة لا معلومات واضحة حول هذا الأمر، ولكن المعلومة الواضحة والأكيدة هي وجود البوابات الإلكترونية، فبالتالي سيتم إخراجهم شخصا تلو الآخر في عملية تفتيش دقيقة على ما نعتقد وبناء على ما اعتدنا عليه من الجانب الإسرائيلي، وبعد أن يتم أخذ بصمة الوجه والتأكد من الأشخاص الذين يتم إخراجهم من مجمع الشفاء الطبي، ثم بعدها يمكن السماح لهم بالخروج إلى المناطق الجنوبية عبر الممرات التي تحدثت عنها إسرائيل أنها آمنة للوصول إلى المناطق الجنوبية. هذا السيناريو المتوقع، ولكن حتى هذه اللحظة إسرائيل لم تعلن عن أي وسيلة أو طريقة يمكن من خلالها إخراج الموجودين داخل مجمع الشفاء الطبي، أو إن كان هناك تنسيق مع أي مؤسسات دولية موجودة في قطاع غزة من أجل تأمين خروجهم. أيضا نشير إلى هذا العاجل عن مراسلنا. شكرا لك خولة لكل هذه المعلومات. على كل حال سنبقى في متابعة لأي تطورات جديدة. كانت معنا من دير البلح من قطاع غزة الزميلة خولة الخالدي. أيضا أرحب من جديد معي بمدير مكتب الحدث من على المنطقة الحدودية مع غزة في فلسطين زياد حلبي. زياد، اسمح لي أن أشير إلى هذا العاجل، يعني قبل أن نتعرف على آخر التطورات لديك، وفقا طبعا لمراسلنا في مستشفى من مستشفى الشفاء، 30 دبابة إسرائيلية إضافة إلى جرافات تحاصر المستشفى، 30 دبابة إسرائيلية بالإضافة إلى جرافات تحاصر المستشفى. ما الجديد الذي لديك من معطيات زياد؟ طبعا لا تفرج إسرائيل عن الكثير من المعلومات سوى ربما ما قاله الجيش الإسرائيلي لوسائل الإعلام الإسرائيلية بأنه لا توجد مؤشرات حاليا على احتجاز أي من الرهائن في مجمع الشفاء الطبي. هذا ربما يجعل علامة استفهام ضخمة تجاه كل الرواية الإسرائيلية التي روجت حتى الساعة. بطبيعة الحال الجيش الإسرائيلي يواصل عمليات التفتيش ويطلق النار في خارج المجمع الطبي لإبعاد أيضا النازحين في تلك المنطقة. بطبيعة الحال حاليا طبعا الاشتباكات كانت خارج حرم المستشفى وليس في داخله، لم تطلق أي
أي رصاصة تجاه القوات الإسرائيلية داخل المستشفى، مستشفى الشفاء. هذا العنوان الأساسي الآن للعملية البرية بالنسبة لإسرائيل. الإعلام الإسرائيلي يتابع هذا الأمر ويتلقف كل ما يردده الجيش الإسرائيلي في هذا السياق، جنبا إلى جنب مع استمرار العملية العسكرية ومحاولة تعميقها للضغط على الفصائل الفلسطينية، ربما عشية أن تكون هناك صفقة ما لإطلاق سراح أسرى مدنيين من الجانبين في الأيام المقبلة. الجيش الإسرائيلي كان كما تعلمين كان أقر بمقتل ضابطين في المنطقة الشمالية، وهذا ملفت بحد ذاته، بمعنى في المنطقة التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية أو من المفترض أن تسيطر عليها منذ أسبوعين، ما زالت تشهد اشتباكات وخروج من داخل أنفاق وضرب الآليات الإسرائيلية. أكثر من 90% من الجنود الذين قتلوا، من 48 جنديا الذين قتلوا، إنما قتلوا بواسطة إطلاق صواريخ مضادة للدبابات تجاه الآليات الإسرائيلية المختلفة. نتحدث عن 48 قتيلا وعن حوالي 300 جريح إسرائيلي من بينهم أو من الجنود الإسرائيليين، من بينهم حوالي 100 بجروح خطيرة، أصيبوا بجروح خطيرة. جرى إجلاء أكثر من 60 تحت النار، بمعنى في أثناء اشتباكات بواسطة مروحيات عسكرية خلال الأسبوعين الماضيين. هل هناك أي تسريبات في الصحافة العبرية فيما يتعلق بموضوع الرهائن زياد، نظرا لحساسيته وخاصة بأنه يشكل ضغط من الداخل الإسرائيلي على نتنياهو؟ بخصوص الأسرى لدى حماس، بدون أدنى شك بأن هذه ورقة ضاغطة جدا على حكومة نتنياهو. حاليا فقط ربما ما قلناه قبل أكثر من أسبوع هو الذي يتردد حاليا بالنسبة للصفقة التي يدور الحديث حولها، الحديث عن إمكان إطلاق عدد من الأسيرات أو كل الأسيرات الفلسطينيات والأطفال الأسرى في السجون الإسرائيلية في مقابل عدد مشابه من المدنيين مما تحتجزهم حماس يعني في داخل قطاع غزة. الإشكاليات هي تقنية أكثر الآن، حماس تطالب بخمسة أيام كاملة وقف إطلاق نار، إسرائيل تحاول أن لا توافق على هذا الموضوع، ولكن التقديرات في نهاية المطاف إن كان هذا ما سيعترض الصفقة ستوافق إسرائيل. نعم، أشكر لك كل هذه المعلومات والتوضيحات. من المنطقة الحدودية مع غزة كان معنا مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلبي. أكدت منظمة اليونيسف أن أكثر من 4600 طفل قتلوا في غزة وأصيب قرابة 9000 آخرين، مشيرة إلى أن العديد من الأطفال فقدوا ويعتقد أنهم تحت الأنقاض بسبب القصف المستمر على المناطق المأهولة. أعلن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا أن العمليات الإنسانية للوكالة في قطاع غزة على وشك التوقف لعدم توفر الوقود، محذرا من أن ذلك سيؤدي إلى وفاة الكثيرين. وأكد المفوض أن عملية الاستجابة الإنسانية في غزة والتي يعتمد عليها أكثر من 2 مليون شخص تقترب من نهايتها تدريجيا لعدم السماح بدخول الوقود منذ 7 أكتوبر، مناشدا جميع الأطراف بتوفير الوقود بشكل عاجل والتوقف عن استخدام المساعدات الإنسانية لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية. أيضا من جانب آخر، أعلنت الأونروا أنها تتحقق في التقارير التي تتحدث عن استخدام القوات الإسرائيلية لإحدى مدارسها في غزة خلال العمليات العسكرية، وأشارت الوكالة إلى أن 2 من النازحين أصيبا جراء شظايا سقطت داخل إحدى مدارسها بعد استهداف مبنى قريب في محافظة الوسط، كاشفة عن أن أعداد النازحين الذين يحتمون في منشآت الأونروا في غزة يقترب من 800,000 شخص. أعلنت وزارة الصحة المصرية اعتزامها استقبال 36 طفلا من حديثي الولادة الموجودين داخل مستشفى الشفاء في قطاع غزة. قال وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار لCNN أنه تلقى طلبا لاستقبال الأطفال وأن العمل جار بالتنسيق مع السلطات المعنية لمحاولة نقلهم إلى مصر. وأكد الوزير المصري وجود 36 سيارة إسعاف على الحدود مجهزة بأجهزة تهوئة محمولة لتحويلهم مباشرة
مباشرة إلى المستشفيات المصرية، ووصف وزير الصحة المصري نقل الأطفال في حد ذاته بالتحدي الكبير، معتبرا أن العملية خطيرة وأنها بحاجة إلى سيارة إسعاف جاهزة مع حاضنات متحركة. وأوضح الوزير أن الوقت مهم، وكل دقيقة لا يتم نقلهم فيها يزداد خطر فقدان حياتهم. إذا هنا في قسم العملية هو مكان غير مناسب كما ترون، يتم جمع الأطفال الخدج على أسرة واحدة خشية من أن يفقدوا حياتهم بعد يعني قرب أو نفاد الكهرباء وتوقف الأكسجين في الحضانة، في حضانة مجمع الشفاء الطبي. يعني هنالك العشرات، لا أدري ما العدد بالضبط، ولكن العشرات من الأطفال الخدج متواجدون داخل حضانة مجمع الشفاء الطبي، والآن يتم نقلهم على أمل أن يتم نقلهم في ظروف مواتية، إن شاء الله تكون ظروف مواتية يعني في خارج مجمع الشفاء الطبي، يتم نقلهم أن يتم التنسيق لنقلهم خارج المجمع. كما ترون هناك هؤلاء الأطفال، هؤلاء الأصل أن يكون كل رضيع منهم على جهاز خاص به، على حضانة خاصة به، ولكن للأسف كما ترون هذا هو حاله. وحول أوضاع الأطفال المرضى بالسرطان، وصفت صحيفة نيويورك تايمز محاولات إجلاء مرضى السرطان الأطفال من غزة باليائسة، مشيرة إلى أن مهمة إنقاذ هؤلاء شملت تدخل عدة دول في ظل استمرار الحرب. أصغر هؤلاء المرضى لم يتعدى عمره السنة الواحدة، أكبرهم يبلغ 14 عاما. كما يعبر أطفال مرضى السرطان من الفئات الأكثر ضعفا في غزة، إذ يعانون من سرطانات مختلفة في الغدد اللمفاوية والدم، ويقول الأطباء إنهم معرضون للموت إذا تركوا من دون علاج. نقلت أيضا صحيفة نيويورك تايمز عن أطباء إنه تم إجلاء 21 طفلا مصابا بالسرطان من غزة إلى مستشفيات في مصر والأردن خلال الأيام العشرة الماضية، لكن الصحيفة أضافت أيضا أن نحو 30 طفلا مريضا بالسرطان لم يتمكنوا من الخروج من غزة، مضيفة أنه وفي ظل الحرب لم يعد بإمكان عمال الإغاثة بالوصول إلى عائلات هؤلاء الأطفال. ويعتبر مشفى الرنتيسي للأطفال هو المركز الطبي الوحيد الذي يضم جناحا لسرطان الأطفال في غزة، لكن المشفى اضطر إلى إغلاق أبوابه منذ أيام بسبب القصف. رئيس مشفى الرنتيسي وصف ما يحدث بالكارثة، قائلا لصحيفة نيويورك تايمز إنه حتى قبل إغلاق المشفى كان يتم إعادة المرضى إلى منازلهم عبر الشوارع التي تشهد قتالا، أو ينقلون إلى مشفى الشفاء القريب الذي يقع تحت الحصار الإسرائيلي. هذا وكانت جهود إجلاء أطفال السرطان المرضى بالسرطان قد بدأت منتصف شهر أكتوبر الماضي، تطلبت مفاوضات بين الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل طبعا ومسؤولي الصحة في غزة. وفقا للصحيفة يذكر أن مشفى الصدقة وهو الوحيد لعلاج السرطان في غزة هو الآخر توقف عن العمل في الأول من شهر نوفمبر بسبب نفاد الوقود، ما يهدد حياة 70 مريضا بداخله وفقا لإعلام فلسطيني. Thank you.
أيضا وللوقوف عند آخر التطورات الميدانية من الحدود الإسرائيلية اللبنانية تنضم إلينا مراسلة الحدث الزميلة لانا كولغاسي. عذرا لانا، كما نتابع يبدو أن هناك زخم أكبر في المواجهات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، المعطيات التي لديك؟ أهلا بك. يعني منذ صباح اليوم هدوء حذر يخيم على المنطقة الشمالية، لم نشهد أي اعتراض لا لصواريخ ولا حتى لإطلاق أي صواريخ من الجنوب اللبناني نحو المستوطنات الشمالية، وهذا بعكس الأيام الماضية. كنا نتحدث قبل 3 أيام عن بدء التوترات منذ ساعات الصباح حتى ساعات المساء، ولكن اليوم تحديدا هدوء حذر منذ ساعات الصباح. فقط نستطيع أن نسمع طائرات المراقبة وطائرات الاستطلاع الإسرائيلية تحلق منذ ساعات الباكرة على المناطق الحدودية، كانت تتواجد في تلك المنطقة، ولكن يعني لم يكن هناك أي حدث أمني ولا اختراق لأي أجواء لا من قبل مسيرة ولا حتى إطلاق أي صواريخ من الجنوب اللبناني. ولكن نتحدث ما زال هناك 65,000 إسرائيلي خارج المستوطنات الإسرائيلية وخارج المواقع الشمالية والكيبوتسات، يتوجهون أو توجهوا إلى مناطق أبعد عن الحدود، حتى وصل منهم إلى العمق الإسرائيلي بالقرب من تل أبيب، يقيمون أيضا بعدد من الفنادق وذلك أيضا بتمويل من الحكومة الإسرائيلية. نعم، أرجو أن تتفضلي بالبقاء معنا لانا. نقرأ هذا الخبر ونذهب أيضا إلى مراسلتنا في الحدود اللبنانية. أفادت الوكالة اللبنانية للإعلام بقصف الجيش الإسرائيلي عدة بلدات حدودية في الجنوب اللبناني، وتم إطلاق قنابل مضيئة فوق القرى المتاخمة للخط الأزرق وسط تحليق لطيران استطلاع. أكدت أن الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي كثف تحليقه في أجواء المنطقة وحتى الساحل البحري ومجرى النهر الليطاني، وعبر القائد العام لقوة اليونيفيل عن قلق إزاء الوضع في جنوب البلاد واحتمال وقوع أعمال عدائية أوسع نطاقا وأكثر حدة. أيضا بالمقابل ترافقنا من الجنوب اللبناني مراسلة الحدث الزميلة غنوة يتيم. غنوة، حدثينا عن آخر التطورات والمعطيات لديك، تفضلي. أيضا هنا في الجنوب اللبناني هناك هدوء حذر بعد أن كان هناك قصف مدفعي طال صباحا كرة لخيام وطير حرفة ويارين والجبين، ولكن كما ذكرت هذا كان في ساعات الصباح الأولى، ولكن الآن منذ ساعات هناك هدوء حذر يسيطر على المنطقة مع دائما تحليق لطيران الاستطلاع فوق كافة الكرة الجنوبية. يوم أمس يعني طبعا كان لافت الجولة التي قام بها قائد عام قوات اليونيفيل في لبنان إلى رئيس مجلس النواب ورئيس حكومة تصريف الأعمال، ولكن بحسب معلومات صحفية يعني الجولة كان قد حذر فيها من إمكانية اتساع رقعة الاشتباكات، من قلق اليونيفيل من الجولات التي تحدث، استهداف المدنيين والدور الذي تقوم به. ولكن تزامنا مع هذه الزيارة يبدو أنه بحسب معلومات صحفية تم إطلاق سراح عنصر من عناصر حزب الله المتهم بقتل الجندي الإيرلندي الحادثة التي حدثت في ديسمبر من العام الماضي، وكانت هذه المرة الأولى التي يتم فيها إلقاء القبض على من شارك في هذه الحادثة، ولكن يبدو أنه تم إطلاق سراحه بكفالة بتزامنا مع ما يحدث في جنوب لبنان، وهذا الأمر يعني عادة كان رفض في الأشهر الماضية، وهو كان قد وجهت إليه بالتأكيد تهمة القتل. لذلك يعني البعض يتحدث عن اتخاذ هذا الإجراء في الوقت الذي سترسل فيه الكتيبة الإيرلندية مزيد من الجنود لحماية أو للمشاركة في السيطرة على الأوضاع في جنوب لبنان، إضافة إلى الإجراءات التي تتخذها خلال الفترة الماضية، تعرضها هي أيضا وتعرض مراكزها للقصف، يعني مراكزها لم تسلم من القصف المتبادل، وأيضا كان هناك جرح لعنصر من عناصرها. طبعا اليونيفيل كانت قد أكدت أن جميع الجنود التابعين لحوالي 40 دولة باقون في لبنان مع هذه الأوضاع، وبأن الإجراءات تتخذ وهناك دائما تواصل مع الفريقين، مع الجانب اللبناني والجانب الإسرائيلي، أقله للسيطرة على
حدة الاشتباكات كما هي الآن، رغم أنها تجاوزت في أكثر من مرة العمق الذي هو عادة يقال عنه أنه هو العمق يعني المتعارف عليه لقواعد الاشتباك، ولكن تقوم اليونيفيل بما يمكنها لوضع حد لهذه الأمور. نعم، نذهب مجددا إلى الزميلة لانا. لانا، هل لاحظتي بأن هناك استعدادات وتعزيزات غير اعتيادية غير التي كنت تتابعينها وتشاهدينها في الآونة الأخيرة، لا سيما بعد التصريحات التي ألقاها وزير الدفاع بتهديد لبنان؟ نعم، ليس فقط وزير الدفاع هو من هدد لبنان، كان أيضا نتنياهو وهو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان قد هدد بشكل واضح وصريح حزب الله وأيضا الجنوب اللبناني الذي حزب الله يقوم بتبني أيضا عدد كبير من الصواريخ في الأيام الماضية والتصعيد الكبير الذي كنا نشهده. التوتر الأكبر كان عندما كان يتحدث أيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي وقال هناك بالفعل نريد فرض ردع جديد على المنطقة الشمالية، خاصة نحن نتحدث أن القوات الإسرائيلية تقوم بمحاولة القضاء على حركة حماس، ولكن مع حرب إلا أنه ما زال هناك قدرات عسكرية لدى. نعم، أيضا لنا إذا أردنا يعني العودة إلى موضوع المستوطنين، يعني تم إبعادهم وهم تحت إشراف ومسؤولية الحكومة، منهم من يسكن في فنادق أو شقق من قبل الحكومة، حتى قيل بأنه حتى إذا يعني أصبح هناك نوع من الاستقرار على الحدود فهم لن يعودوا. سبب هذه المخاوف؟ بالفعل رئيس مجلس نعم، ما تحدثت به هو صحيح وصحيح جدا، يعني حتى رئيس مجلس مستوطنة شلومي تحديدا وهي أحد المستوطنات في الجليل الغربي كان قد تحدث بشكل واضح وصريح للحكومة الإسرائيلية وقال عدد كبير من المستوطنين والإسرائيليين في تلك المستوطنة لا يرغبون في العودة إليها حتى مع انتهاء التصعيد في المنطقة الشمالية، وهذا أيضا منطبق على عدد كبير من المستوطنات الشمالية منها أيضا كيبوتس أو مستوطنة المطلة وهو الآن قد تحول إلى ثكنة عسكرية وموقع عسكري تابع للقوات الإسرائيلية تم إغلاقه ومنع حتى المدنيين من الدخول إليه. تواجدنا أيضا فيه في الأيام الماضية وكان فقط ليس في الأيام الماضية عفوا عند بدء التصعيد تواجد فيها جنود الإسرائيليين العتاد العسكري بشكل كبير وبالتالي خروج جميع الإسرائيليين. وكما تفضلتي بالفعل 65 ألف إسرائيلي خرجوا من المناطق الشمالية توجهوا إلى العمق الإسرائيلي على مناطق أبعد من الحدود، ولكن العديد منهم حتى يقولون أنهم لا يرغبون بالعودة، خاصة بأن حتى صفارات الإنذار كانت قد تدوي في تل أبيب ولحقتهم صفارات الإنذار من المنطقة الشمالية حتى وسط إسرائيل، ولذلك هناك بالفعل تخوفات كبيرة وكبيرة جدا للمستوطنين الذين يقولون لن نعود إلى المناطق الشمالية في ظل وجود قدرات عسكرية لدى حزب الله ويستطيع أن يعني يوجه ضربات قاسية لإسرائيل متى شاء. على كل حال سنرى إذا ما كان هناك من دلالة لهذا الكلام للمستوطنين في الأيام المقبلة. نذهب مجددا إلى الزميلة غنوة أيضا وحول نفس الموضوع، أسأل غنوة ماذا عن أهالي الجنوب؟ نعلم بأن هناك أكثر من 19,000 عائلة غادروا، كيف هي أوضاعهم وأيضا أصيبت بعض المنازل في الجنوب؟ أولا أريد أن أشير أنه قبل دقيقة من الآن سمعنا صوت لقصف مدفعي ولكن لم نتمكن من تحديد الوجهة في هذه اللحظات. بالطبع يعني الكرة الجنوب هي خالية، الكرة الحدودية الجنوبية خلت من سكانها، هناك فرق بأن يعني لا يوجد يعني الحكومة اللبنانية اليوم غير قادرة على إيجاد هذا يعني عدد يعني ربما مأوى لعدد كبير من اللاجئين في حال اتسعت أو النازحين في حال اتسعت الحرب. هناك ثلاث مدارس فتحت في منطقة سور لاستقبال مئات النازحين الآن، ولكن الآلاف غيرهم اتجهوا إما لأقارب للبقاء في منازل أقاربهم أو البعض ممن هو قادر عمل على استئجار منازل في مناطق بعيدة عن الكرة الحدودية. بالطبع هي كرة خالية خاصة وأنها تتعرض لقصف بشكل مكثف، يعني كان يمكن أن تكون الخسائر البشرية أكبر بكثير لو أنه كان
كان هناك يعني مواطنين في هذه القرى، ولكن سكان هذه المناطق فضلوا مغادرتها باكرا خوفا من أن يكون هناك اشتداد للمعارك على غرار ما حدث في حرب تموز. أيضا وزارة الخارجية كانت قد تقدمت بشكوى لمجلس الأمن بسبب استهداف مدنيين في لبنان، وأيضا طبعا الكوادر الصحفية وأشخاص من الدفاع المدني، وقالت بأن إسرائيل تستهدفهم عمدا، وبأن هذه يعني هذه الخروقات إضافة إلى استهداف مناطق تقع بعمق 40 كيلومتر عن الخط الأزرق، كل هذه الأمور ممكن أن تؤدي إلى اتساع رقعة الحرب في جنوب لبنان مع استمرارها في غزة، لأنه كل ما طالت هذه المدة يعني لا يمكن السيطرة على قواعد الاشتباك التي يتحدث عنها الأطراف، خاصة وأنه الآن حزب الله عندما يصدر بيان يقول في بيانه بأن العمليات التي يقوم بها هي لمساندة ما يحدث في فلسطين. في المرات السابقة عند بداية هذه المواجهات كان يقول بأنها ردا على ما تقوم أو على يعني استهداف إسرائيل لجنوب لبنان، ولكن اليوم يربطها بشكل مباشر بما يحدث في غزة، وحتى قال بأنه يجب دائما النظر إلى ما يحدث في الميدان. نشكر لك كل هذه الإيضاحات من الجنوب اللبناني، رافقتنا مراسلة الحدث الزميلة غنوة يتيم. الشكر موصول أيضا إلى زميلتنا لانا كولغاسي التي رافقتنا من الحدود الإسرائيلية اللبنانية الشمالية، شكرا لكما. أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقوات الجيش بالاستعداد لجميع السيناريوهات بشأن القصف المتبادل والتصعيد المستمر مع حزب الله اللبناني على الحدود الشمالية، ونقل أوفير جندلمان وهو المتحدث باسم رئيس الوزراء عن نتنياهو قوله إنه لا يقترح على حزب الله أن يجرب إسرائيل لأن ذلك سيكون أكبر خطيئة قد يرتكبها الحزب. نوه مرة جديدة بهذا العاجل عن إذاعة الجيش الإسرائيلي، حيث قال لم نعثر حتى الآن على أي دليل على وجود الرهائن داخل مستشفى الشفاء. أيضا في متابعة حول آخر أخبار المستشفى، وبعد اقتحام المجمع الطبي لمستشفى الشفاء في غزة أعلن البيت الأبيض أنه لا يؤيد قصف المستشفيات جوا ولا يريد رؤية تبادل لإطلاق النار فيها. وأضاف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض أن واشنطن لا تؤيد تعريض الأبرياء والمرضى الذين يحاولون الحصول على الرعاية الطبية للخطر، مشددا على ضرورة حماية المستشفيات والمرضى. وأكد البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن بحث هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التطورات الأخيرة في غزة وجهود تأمين إطلاق سراح المحتجزين لدى حماس، فيما أعلنت الخارجية الأمريكية أن مساعدة وزير الخارجية أنتوني بلينكين باربرا ليف ستزور إسرائيل والمنطقة على رأس وفد رفيع المستوى، وستبحث زيادة تدفق المساعدات الإنسانية لغزة وإجلاء الرعاية الأجانب وضمان العودة الفورية والآمنة للرهائن. أولا نريد حماية المستشفيات، ولا نريد رؤية مدنيين أو أطفال في الحاضنات وغيرهم من السكان معرضين للخطر وعالقين في مرمى تبادل إطلاق النار. يجب على حماس التوقف عن استخدام المستشفيات كمراكز قيادة، والطريقة الأسهل لحل هذه المشكلة هي توقف حماس عن استخدام المدنيين في المستشفيات كدروع بشرية. نحن نريد أن يكون هناك إجلاء آمن للمرضى من المستشفيات، والولايات المتحدة تجري حالياً محادثات مع منظمات إغاثة وأطراف ثالثة بشأن الإخلاء المحتمل.
سبق ذلك كلام للمتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، حيث قال فيه أن واشنطن لديها أدلة على استخدام حركة حماس مستشفى الشفاء في إدارة العمليات العسكرية بقطاع غزة. كيربي أضاف أن لديه معلومات استخباراتية تشير إلى احتمالية استخدام حماس مستشفى الشفاء كمخزن أسلحة. هذا واعتبر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي استخدام حماس مستشفى الشفاء لأغراض عسكرية اعتبرها جريمة حرب. لكن كيربي عاد وأكد أن تصرفات حماس لا تقلص مسؤولية إسرائيل عن حماية المدنيين. نمتلك معلومات تفيد بأن حماس والجهاد يستخدمان بعض المستشفيات في قطاع غزة بما في ذلك مستشفى الشفاء كوسيلة لإخفاء ودعم عملياتهما العسكرية واحتجاز الرهائن. لديهما أنفاق تحت هذه المستشفيات ويديران نقطة قيادة وسيطرة من مستشفى الشفاء، كما لديهم أسلحة مخزنة هناك وهم مستعدون للرد على عملية عسكرية إسرائيلية ضد المنشأة. قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت أن فرقة من الجيش الإسرائيلي سيطرت على مبنى برلمان حماس في غزة بعد أن فقدت حماس السيطرة على شمال قطاع غزة. رغم شبكة الأنفاق المعقدة والمتشعبة، إلا أن قوة جيشنا والدقة التي يتمتع بها مكنتنا من الوصول إلى مركز مدينة غزة، والصورة أمامنا تعود لعناصر وحدة جولاني وهم يجلسون في برلمان حماس، وهذا أمر يحمل رمزية كبيرة. وأريد أن أقول الآن إن حماس فقدت السيطرة على شمال غزة. هذا وكشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري أن القوات الإسرائيلية تتحرك في كامل قطاع غزة وتسيطر على مخيم الشاطئ. نحن عفدين بعظمة، نتحرك في كامل قطاع غزة لأن المهمة هي تفكيك القطاع. سيطرنا على مخيم الشاطئ وحققنا إنجازات، لكننا سنحتاج إلى مزيد من الوقت. المعركة في قلب غزة مستمرة، مهمتنا تتمثل في تفكيك حماس، ولأجل ذلك علينا أن نعمل في كامل قطاع غزة. نحن نعمل مع كل الجهات المختصة من أجل استعادة الرهائن ولن نضيع أي فرصة. قال البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن بحث هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أحدث التطورات في إسرائيل وغزة وجهود تأمين إطلاق سراح المحتجزين لدى حماس. وأشار بيان البيت الأبيض إلى أن بايدن بحث مع رئيس الوزراء إسرائيل الجهود الجارية لتأمين إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس، من بينهم العديد من الأطفال وعدد من الأمريكيين. وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها أن وفداً رفيع المستوى يرافق مساعدة وزير الخارجية خلال زيارتها باربرا ليف لإسرائيل والمنطقة، وستبحث مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى مع شركاء بالشرق الأوسط زيادة تدفق المساعدات الإنسانية لغزة وإجلاء الرعاية الأجانب وضمان العودة الفورية والآمنة للرهائن، بحسب بيان الخارجية الأمريكية. كانت هيئة البث الإسرائيلية أفادت بحدوث تقدم في المفاوضات غير المباشرة حول تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس. مصادر هيئة البث الإسرائيلية أوضحت أن النقاش يدور حاليا حول قوائم أسماء المحتجزين لدى الجانبين. كما أضافت المصادر أن مفاوضات تبادل المحتجزين مع حماس تطرقت لكيفية تنفيذ صفقة التبادل بالتزامن مع وقف إطلاق النار نار مؤقت. هذا وأشارت مصادر هيئة البث الإسرائيلية إلى أن الصفقة المرتقبة بين إسرائيل وحماس ستتم على خطوات تبدأ بإطلاق سراح الأطفال المحتجزين لدى الجانبين.
أيضا مشاهدينا من جديد لمتابعة آخر التطورات ولمناقشة آخر المعطيات من جنين ينضم إلينا الدكتور أيمن يوسف أستاذ الدراسات الدولية في الجامعة الأمريكية في الجنين. قبل أن أبدأ بطرح السؤال دكتور، نشير إلى هذا العاجل، السفير الروسي في تل أبيب: الظروف في قطاع غزة كارثية والمساعدات الإنسانية غير كافية. أولا قراءتك لهذه الزيارة، يعني طبعا في ظل التوتر الأمريكي الروسي، ماذا تحمل هذه الزيارة؟ ما مدلولها؟ يعني أنا برأيي في هناك يعني أكثر من زيارة لمسؤولين أمريكان إلى يعني المنطقة، وكأن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول يعني أن تغطي على دعمها. للأسف امبارح تبنوا الرواية الإسرائيلي الكاملة فيما يتعلق بمستشفى الشفاء، وبالتالي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية تظهر على أنها يعني متوازنة ربما فيما يتعلق بالممرات الإنسانية وقضية يعني الرهائن، لكن بالمجمل يبدو أن إسرائيل يعني ماضية بشكل واضح يعني في كل خطواتها وإجراءاتها وعدوانها وإبادتها الجماعية يعني للشعب الفلسطيني في قطاع يعني في قطاع غزة، ويبدو أن يعني في هناك استخفاف واضح في قواعد القانون الدولي الإنساني، وبدأت أشعر أن إسرائيل معنية حتى بإفشال صفقة الأسرى، يعني صفقة الرهائن، يعني الدخول إلى المستشفى، يعني وهذه الإجراءات القاسية والإعدامات لمرضى ولأطباء، يعني المستشفى تحول إلى مقبرة، وكأن إسرائيل ونتنياهو معني بإطالة يعني المعركة بشكل متعمد وإفشال صفقة الأسرى، وأن الرؤية الإسرائيلية هي يعني الواضحة يعني بشكل وبآخر. وبعتقد أيضا أن إسرائيل راح ترتكب ربما حماقة أو مجزرة في منطقة أخرى في قطاع غزة. حاليا الكاميرات مسلطة بشكل كبير على مشفى الشفاء وعلى المستشفيات، لكن في هناك أيضا قصف متعمد يعني في مناطق يعني في وسط غزة وجنوبها وحتى داخل أحياء مدينة غزة. سنعود إلى موضوع مستشفى الشفاء. منذ قليل أيضا دكتور أيمن كنا تابعنا بالعواجل عن الإعلام المصري دخول أول شاحنة وقود إلى قطاع غزة، رمزية دخول هذه الشاحنة علما بأن كان هناك رفضا تاما من قبل نتنياهو. هل هذا برأيك مؤشر لتقدم المفاوضات فيما يتعلق بعملية إطلاق الرهائن؟ أنا برأيي هذا ربما مؤشر على تزايد الضغوط، يعني برضو نافذة الوقت ربما تضيق أمام إسرائيل. موافقة أمريكا لإسرائيل لدخول مستشفى الشفاء ومحاصرتها للمستشفيات الأخرى ربما جاء بشرط أن تكون ذلك ربما في إطار زمني وفي إطار مكاني محدد، لذلك الضغوط حتى داخل الولايات المتحدة الأمريكية، الرأي العام في أوروبا، تزايد يعني الجهد التي تبذل الدول العربية، ربما عدم وضوح المعركة ميدانيا، يعني كل ذلك ربما يعني مؤشرات على أهمية ورمزية هذه الخطوة يعني على كلتها. بتعرف يعني ناقلات وقود أو يعني هذا لا يكفي، لكن في هناك رمزية أنه ممكن يعني اقتربنا شيئا فشيئا من هدنة إنسانية تكتيكية قصيرة، أو ربما فتح ممرات إنسانية جديدة خاصة للوقود والأدوية. هل برأيك ستشهد الساعات المقبلة المزيد من التطورات في ما يتعلق بموضوع الأسرى، لاسيما وأنه ملف حساس جدا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وهناك أسرى من الجنسية الأمريكية ومزدوجي الجنسية؟ أنا برأيي نحن أمام يعني ثلاث مسارات ربما يعني ستحاول أن تتناغم مع بعضها البعض. راح يزيد الضغط الإسرائيلي الكبير داخل مدينة غزة وتحديدا على المستشفيات في محاولة من دولة الاحتلال للضغط على المقاومة ربما للتسليم بصفقة الأسرى كما تريدها إسرائيل في هذه المرحلة. المسار الثاني ستستمر إسرائيل في قصفها خاصة لمناطق في جنوب ووسط قطاع غزة، وربما استهداف لمناطق داخل جباليا والشاطئ، لأنه إسرائيل لم تدخل لا ولا جباليا من العمق، وهناك ما زالت مقاومة شرسة حتى في بيت حانون وفي بيت لاهيا. والمسار الثالث أنا برأيي استمرار الجهود الأمريكية التجميلية، يعني نوعا ما مبعوث هنا ومبعوث هناك، ومحاولة إقناع الدول العربية أن أمريكا يعني تبذل كل هذه الجهود للوصول إلى السلام. أنا برأيي هذول الثلاث مسارات كلها ربما يعني تفيد إسرائيل في هذه المرحلة، ويمكن أن نشهد ربما نافذة يعني نافذة أمل في نهاية يعني هذا النفق.
نعم، أيضا لاحظنا دكتور أيمن مؤخرا هناك نوع من التغير بالمقاربة عن المقاربة الأمريكية منذ بداية هذه الحرب، وأيضا ما تبعناه من خلال الإعلام من دعم أمريكي للعملية الإسرائيلية. إذا ما نظرنا إلى فرنسا أيضا كنا تبعنا مؤخرا تصريحات لرئيس الحكومة الكندية. كل هذا التغير برأيك إلى أي مدى يشكل الضغط فعليا على الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى الضغط الداخلي خاصة وهي على أبواب انتخابات؟ نعم، يعني هو مسار ضاغط يعني لوقف هذه الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل حتى داخل الولايات المتحدة الأمريكية. في هناك استقالات داخل وزارة الداخلية، في هناك امتعاض العديد من الموظفين الكبار داخل هذه الإدارة. الأصوات الأوروبية بدأت تعلو، وأنا برأيي حاليا فرنسا يعني تحاول أن تبني تحالف داخل الاتحاد الأوروبي. العديد من الدول بدأت يعني أصواتها ربما تخرج. كل ذلك أنا برأيي تأثير الصور الصور أيضا المصالح التي... دكتور أيمن، هناك مصالح للدول الأوروبية مع الدول العربية، ولسيما إذا ما يعني تحدثت وأشرت حضرتك إلى فرنسا، هي كان لديها صفقة بالنسبة للغواصات خسرتها في أستراليا على ما أذكر، أيضا بالنسبة لوضعها في أفريقيا مؤخرا، واليوم في الشرق الأوسط. أنا بعتقد ذلك، يعني نعم، يعني هذا التوازن ما بين المبادئ والقيم من جهة والمصالح من جهة أخرى. تحديدا فرنسا تربطها علاقات وثيقة مع العديد من الدول العربية، لا سيما يعني مصر والسعودية، وفي تبادل تجاري كبير، وفي تجارة يعني سلاح. فرنسا لها نفوذ أيضا في شمال إفريقيا وفي لبنان، وبالتالي كانت دائما فرنسا يعني تتبنى وجهة النظر الأوروبية الأكثر استقلالية والأكثر قربا من العرب ومن قضاياهم. وهناك العديد من الدول التي بدأت تلتف حول فرنسا، يعني إسبانيا والبرتغال وإيرلندا واليونان. شهدنا نعم المظاهرات في برشلونة، نعم، يعني والمطالبة بوقف إطلاق النار. يعني سأشمل سؤالي بما تفضلت وذكرته اليوم. اليوم الوقت ليس لصالح إسرائيل، وهي بحاجة أن تسجل انتصار ما. والانتصار 100%، يعني هذه الصورة التجميلية وهذه صورة الانتصار الوهمي، يعني سواء في الرنتيسي أو في الشفاء، خاصة أن في هناك خسائر على يعني خسائر إسرائيلية كبيرة على أرض الواقع، في هناك قتلى في كل جهة، ما زالت إسرائيل حتى مشتبكة في بيت حانون أقصى قطاع غزة القريب يعني من حدود 48، ما زالت مشتبكة في بيت لاهية، غير قادرة للدخول إلى الشاطئ، غير قادرة للدخول إلى جباليا، ما زالت الشجاعية المعروف إنه فيها يعني تواجد كبير للسكان الفلسطينيين، يعني عصية على الاقتحام. لذلك أنا برأيي إسرائيل في هذه المرحلة معنية إنها تسوق أن هناك انتصار، دخولهم إلى المجلس التشريعي، إلى السرايا، إلى المستشفيات، كل ذلك يعني شكل من أشكال طمأنة الرأي العام الإسرائيلي، ضغط على المقاومة من أجل يعني ربما الموافقة على الرؤية الإسرائيلية فيما يتعلق بصفقة يعني تبادل الأسرى والرهائن. طبعا يعني دكتور قد يطول الحديث معك، هذا ما سمح لنا به الوقت، سيكون لنا لقاءات أخرى. نشكر لك هذه المشاركة معنا من جنين، الدكتور أيمن يوسف أستاذ الدراسات الدولية في الجامعة الأمريكية في جنين، شكرا لك على المداخلة. مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الساعة، طبعا مستمرة هذه التغطية مستمرة دائما معكم دقائق، وتنضم إليكم الزميلة ضحى الزهيري. إلى اللقاء. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.